بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يتواصل فيه اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لا يزال الحديث متواصلا حول صلاة التراويح وبعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، ونود من فضيلتكم تبيين ما يتداوله بعض الناس، أنه كلما بعد ممشى المرأة إلى الصلاة قل أجرها، وهي بذلك عكس الرجل، فهل هذا صحيح شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المرأة كلما خف تكلفها وتعرضها للفتنة فإنه أحسن مما هو أطول أو أبعد من الطريق. فالطريق القريب والمسجد القريب لا شك أنه يخفف عنها أشياء كثيرة، فكونها تذهب إلى أقرب مسجد هذا لا شك أنه أحوط لها وأبعد لها عن الفتنة، لأن خروجها إلى المسجد مشروط بعدم الفتنة وعدم تزينها وتجملها، فكلما خف الطريق وقرب الطريق فهو أحسن لها. نعم، بارك الله فيكم. يلاحظ فضيلة الشيخ خروج بعض النساء لصلاة التراويح، وفي هذا الخروج بعض المخالفات، كان تأتي مثلا مع سائق وبدون محرم، أو أن تكون على شيء من التبرج أو ما إلى ذلك، فما هو توجيهكم لمثل هذه النساء؟ نحن أشرنا في جواب سابق إلى أن خروج المرأة للمسجد مشروط بالآداب الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، يعني متبذلات بثياب عادية وبغير تعطر وبغير طيب بغير زينة، لأنها خرجت للعبادة تريد الأجر، فإذا أساءت الأدب وخالفت المشروع فمن أين لها الأجر؟ إنما تحصل بالإثم والإزر، فعلى المرأة المسلمة أن تتنبه لذلك وأن تعلم أنها خرجت في عبادة وأنها تطلب الأجر، فلا تفسد ذلك بالمخالفات الشرعية والتعرض للفتنة، تفتن نفسها وتفتن غيرها وتشغل الناس عن عبادة ربهم، فهي مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن تصرفاتها، لأن بعض النساء قد يخرجن للمباهات بزينتهن فيتجملن ويتزينن من أجل أن تكون أحسن من فلانة وعلانة، أو تخرج لتريا النساء ملابسها وثيابها، هذه ما خرجت للعبادة ولا خرجت لطلب الأجر والثواب، وإنما خرجت للمباهات، خرجت لعرض نفسها وفتنة غيرها، فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأما ذهابها مع السائق وحدها فهذه خلوة، خلوة محرمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، سواء كانت الخلوة في سيارة أو في منزل أو في بر أو في أي مكان، لأن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له تسبب الوقوع في المحرم والفاحشة، والشيطان ينشط ويحضر فيزين لهما، فلا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها، لا للمسجد ولا للتدريس ولا للدراسة ولا للأسواق، لا بد أن تزول الخلوة فيركب معها ومع السائق غيرها من رجال أو نساء حتى تزول الخلوة بذلك. نعم،
بارك الله فيكم. لو بينتم فضيلة الشيخ الحكم وخطورة التساهل في هذه المسألة، مسألة الحلوى المحرمة. الإثم والتساهل والنتيجة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا كان الشيطان ثالثهم، ما بالك إذا كان حضر الشيطان وصار ثالث الاثنين؟ الشيطان يريد أن يهلك ويغوي بني آدم، لا شك أنه سيزين لهما الفاحشة، ولا شك أنه سيسهل عليهما طريق الوقوع في المحرم، فهو لا يحضر لخير، ولا بد من حضوره مع الاثنين كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا كان الشيطان ثالثهما. ما يقول الإنسان ما هو بلازم يحضر الشيطان، قد لا يحضر، نقول لا، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمن لازم خلوة الرجل بالمرأة حضور الشيطان من غير شك في ذلك، وإذا حضر الشيطان فماذا سيكون الحال؟ والمرأة خرجت لتطلب الأجر، فكيف تخرج وتخلو مع سائق لا يحل لها؟ نعم، البعض شيخ يحتج بأن ركوب السيارة مع السائق ليس فيه خلوة بحكم أن السيارة مكشوفة ومشاهدة. هذا كلام فارغ، وقول من لا يعقل ولا يدري ولا يتدبر، فإن خلوة المرأة مع الرجل في السيارة أشد من خلوتها في غيرها، لأن السيارة بيد الرجل ويتمكن من الهرب بها إلى أي مكان يريده، وهي لا سلطة لها ولا امتناع لها في هذه الحالة، كالمأسور هي أسيرة في يده، فلو أنه دب إليه الشيطان وزين له الفاحشة فالسيارة بيده والمرأة مأسورة معه، ليس لها تصرف، ليس لها حيلة. ولو أن الناس يرونهما من خلف النوافذ، من خلف الزجاج، فإنهم لا يتمكنون من إيقاف السيارة، وأيضا لا يدرون عن هذه المرأة هل هي محرم لهذا الرجل أو غير محرم، فنظر الناس إليهما من وراء الزجاجة هذا لا يغني شيئا. نعم، بارك الله فيكم. عودا إلى موضوع التراويح، إذا قامت المرأة لصلاة التراويح فضيلة الشيخ في بيتها، فما السنة في عدد ركعات قيامها؟ صلاة التراويح ليس لعددها حد محدود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي المسلمون ما تيسر لهم، يصلون ما تيسر لهم، ويطيلون الصلاة ويرتلون القرآن ويتدبرون ويكثرون من عدد الركعات ما أمكن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة، ولكن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطولة، فقد وصف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأنه قرأ بالبقرة وسورة النساء وآل عمران في ركعتين، وكان يركع مثل قيامه، يطيل الركوع مثل ما يطيل القيام، ويطيل السجود مثل ما يطيل الركوع، فمن يصلي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن أراد أن يصلي مثل الرسول فليقتصر على 13 أو على 11، لكن الناس لا يطيقون هذا، خصوصا وأن فيهم كبار السن، فيهم الضعفاء، وفيهم ذوي الحاجات. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون التراويح 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، كانوا يصلونها 23 ركعة، لأنهم كانوا يخففون القيام والركوع والسجود فيزيدون في عدد الركعات. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فليقلل من الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف القيام والركوع والسجود فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أنه ليس لصلاة التراويح عدد محدود، وأنه إن شاء صلى 11 أو 13، لكن مع الإطالة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإن شاء زاد في عدد الركعات مع التخفيف كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فالأمر واسع ولله الحمد. نعم،
وأدنى ما يقال في صلاة التراويح ليس لها حد أدنى. ليس لها حد أدنى وليس لها حد أعلى، وإنما هذا يرجع إلى كيفية الصلاة كما ذكرنا. هل تسلم كل ركعتين أو تواصل؟ لابد صلاة الليل مثنى مثنى، لا تصلي مثنى، فلا بد من صلاة التراويح مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين. هكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. اللهم صل وسلم. مسألة شيخ اقتداء المرأة بالإمام وهي في بيتها، ما حكمها؟ هذا لا يصلح، لأنها لا ترى الإمام ولا ترى المأمومين، فلا يصلح أن تصلي المرأة ولا غير المرأة خارج المسجد، ولو كانت تسمع صوت الإمام، لأنها لا تراه ولا ترى من خلفه، وسماع الصوت وحده لا يكفي، إنما يكفي سماع الصوت إذا كان المصلي في المسجد. إذا كان المصلي في المسجد صح أن يقتدي بالإمام ولو لم يره ولم يرى من خلفه، لأنه في المسجد. لكن من كان خارج المسجد فلا يصلي مع الإمام إلا إذا كان يراه أو يرى من خلفه مع سماع الصوت. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر لكم. إخوتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما بين ووضح، وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.